رجعنا مع حضراتكم مره ثانيه كابتن طارق كابتن حسن، نروح للعد التنازلي سريعا وبعض الاسئله اللي هنجاوب عليها كل سؤال في 10 ثواني. بدايتنا طب مين الاول؟ بس الاول انت كابتن طارق. لو كنت مكان جوميز تبدا لقاء القمه بشيكابالا؟ هخليه تغييره مهمه جدا معايا. ورقه رابحه، لكن ما تبتديش بيه. لا دلوقتي لا. ماشي، السؤال الثاني كابتن حسن، عمر كمال الافضل لقياده الجبهه اليمنى للاهلي ام محمد هاني؟ لا محمد هاني. محمد هاني قولا واحدا. ما تفكرش في القصه. لا ما فكرش. ماشي، السؤال اللي بعد كده كابتن طارق، هل يكرر عبد الله السعيد سيناريو اول مباراه مع بيراميدز بهز شباك الاهلي؟ اتمنى. تتوقع؟ لا اتمنى. ماشي، تتوقع بقى؟ ممكن. ماشي ممكن. كابتن حسن، محمد عواد الانسب لحمايه عرين الزمالك ام محمد صبحي؟ لا محمد عواد. محمد عواد. عشان الخبره؟ عشان الخبره والتوفيق. محمد صبحي ساعات من اخر ماتش ليه يعني كان مهزوز وكده، ففي ساعات في حاجات كتيره كده في الماتشات القمه ديت بتاخد اللي هو عنده خبرات اللي عنده كذا، فمحمد عواد. كابتن طارق متفق؟ متفق. متفق برضه عواد افضل؟ ومحظوظ. ومحظوظ اكتر في البطولات. خد بالك عواد البطولات اللي لعبها وهو بيلعب كان بياخدها. ايوه ماشي، روح للسؤال اللي بعد كده، زيزو افضل كجناح كابتن طارق ولا حسين الشحات؟ زيزو. زيزو. كابتن حسن؟ لا زيزو. زيزو. السؤال اللي بعد كده، نسخة إمام عاشور أفضل مع الأهلي يا كابتن حسن ولا مع الزمالك؟ هو بص، هو مع الزمالك كانت أفضل، بس في النادي الأهلي أجمد إعلاميا وأجمد كل حاجة. يعني إيه؟ أجمد كل حاجة. كرويا هو بيقول لك صح؟ يعني كرويا في الزمالك. في الأهلي أجمد كل حاجة. يعني ايه اجمل؟ انا مش فاهم يعني ايه اجمل كل. انت لازم تفسرها يعني. اجمل كل اعلاميا الناس كلها بتبقى يعني في احتفاء بيه اكتر مما كان في الزمالك. بالظبط. متفق يا كابتن طارق؟ متفق طبعا. السؤال اللي بعد كده، حتى بقى اقوى. ايوه بقى اقوى في المنتخب. محمد ابو تريكه كان افضل في مباراه القمه يا كابتن حسن ولا محمد بركات؟ لا ده حاجه وده حاجه. لا يعني مين اللي كان في مقاس ده ليه حلول وده حلول. يعني بركات ممكن ايه يفضل منيمك نص ساعه كده ومغفلك في خمس دقايق، ابو تريكه طول المباراه ليه حلول في طول المباراه. يعني انت لو انت مثلا مضغوط، نادي الزمالك بيضغط عليك بيضغط علينا وكده، ابو تريكه يطلع يعمل حلول لكل لعيب فينا يعني. كابتن طارق، ايه مميزات كل واحد فيهم؟ او مين اللي كنت تخاف منه اكتر في ماتشات الاهلي؟ بص انا ما بخافش من حد في يعني في الكوره ما بخافش من حد. ايوه بس في لعيب بتبقى عامل له حساب كبير. ما في فرق بين الخوف وعمل الحساب يعني، عشان برضو ايه كلمه تخاف دي. يبقى لا مش بالمعنى السلبي يعني. يعني في لعيبه في الزمالك، خد بالك في سوشيال ميديا ابو خليل. لا ما احنا من احنا نتكلم براحتنا، احنا نتكلم الكلام، احنا قاعدين مع بعض كلام اللي هو الناس الطبيعيه. عشان انا لعبت على بركات طول الوقت فكنت ببقى مركز جدا مع بركات. أيوة. مش مركز مع ابو تريكه. ابو تريكه كان بيلعب في مركز على حد تاني بعيد عننا خالص. كان ممكن مثلا بيلعب في نص الملعب 10 فبيمسكوا على عبد الباقي. برضه بركات بركوتا سريع جدا ولاعيب، وخد بالك زي ما قال حسن كده، زي ما قال حسن كده ان هو يفضل نايم 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 وفي الاخر يعمل لك واحده خطا خلص بيه. صعبه. أيوة. واحده بس كان في توازن الحمد لله في الفتره اللي هي الاولانيه لبركات معانا، لان بركات جه حتى بعد 2004 صح؟ ايوه ماشي. يعني ما كانش ما لحقناش في الفتره بتاعتنا اللي هي اللي هي كانت في اول 2000. ماشي، نروح بعد كده السؤال اللي جاي، افضل مهاجم لعبت معاه كابتن طارق، حسام حسن ولا عبد الرحيم علي؟ الاثنين. قبل ما اكمل السؤال الاثنين، مش عايزين مشاكل، مش عايزين مشاكل. خد بالك اصل نعم. لا انا مشكله بجد. طب ده اخر سؤال، هسمح لكم ان انتوا ترقصونا. السؤال اللي بعد كده، جيلبرتو ولا علي معلول ايهما افضل في مباراه القمه يا كابتن حسن؟ جيلبرتو. جيلبرتو طبعا من غير تفكير. ماشي، السؤال اللي بعد كده كابتن طارق، حازم امام ولا شيكابالا مين اكثر موهبه في رايك؟ بص هتقول واحد ومعاك ست واحد ثواني واحد. خمس ثواني. حازم امام هو امبراطور الكره المصريه. شيكابالا اسطوره كبيره جدا. مين اكثر موهبه؟ الموهبه حازم. حازم. انما شيكابالا طبعا يعني ده اسطوره النادي يعني، مش بس يعني. أيوة. انا شيكابالا يعني. انت شيكابالا. انت مع ان شيكابالا اكتر موهبه. انت ما لعبتش جنب حازم اصلا. لعبت وشفته يعني، انا لعبت معاه في المنتخب بس لحقته.
لا لحقت اخر حاجه ما لعبتش معايا طبعا. فبس شيكابالا لا بالنسبه لي شيكابالا يعني تكون انت دايما شيكابالا بقول لنفسي ايه في لعيبه كده ان ياخد الكوره مثلا ياخد له 30 40 يارده ده ويفضل ال 90 دقيقه بنفس المستوى ده بالنسبه لي بيبقى عادي. هقول لك ليه جاوبت انا على السؤال بالشكل ده برضو بعد يلا طب يلا عشان حازم امام في الفتره اللي كان بيلعب فيها كان لسه شيكابالا طالع كان على طول بيلعب وشيكابالا كان بيبقى قاعد على الدكه. فدي توريك قد ايه وكان مع مدربين اجانب كتير توريك قد ايه الامكانيات حازم امام وهو موجود وفي صحته وفي حالته الطبيعيه غير طبعا شيكابالا بعد كده من 2008 طبعا هو من اعظم اللعيبه اللي جت في تاريخ. ماشي بعد كده فلافيو ولا عماد متعب مين اكتر خطوره في لقاءات القمه كابتن حسن؟ صعبه شويه دي بس ليه بس هما الاثنين صراحه لا كلنا واحد لا يعني في عماد متعب عماد متعب كابتن طارق عماد لعيب كبير قوي قوي طبعا فروت خطر. السؤال اللي بعد كده امام عاشور ولا حسام غالي مين اجمد كلاعب خط وسط يا كابتن حسن؟ لا امام امام حسام غالي طبعا حسام غالي طبعا لا لا حسام كان في حته تاني خالص في الكوره ايوه بجد يعني حسام كان بيكلمها حسام لا امام لعيب جامد انا ما اقولش على فكره انا ما اقولش ان امام على فكره انا ما اقولش ان امام لعيب وحش بس هو بالنسبه له حسام غالي اجمد انت بالنسبه لك امام اجمد لا ماشي خلاص بس انا بالنسبه لي امام فيه مميزات جامده جدا يعني عارف انت مواصفات يلعب في اوروبا هو من الغباء بتاعه ان هو رجع مصر لا امام حسام غالي لعب في اوروبا لعب في توتنهام ماشي انا بتكلم ماشي بس امام عنده بيشوط بيمين وشمال بيكمل الهجمه عنده قوه بياخد الكره 30 40 يارده لا مصر الاختلاف في الراي لا يفسد الودي طبعا نورتوني وشرفتوني كل سنه وانتم طيبين وبخير انت الشرف ليا ربنا يخليك يا نورتوا الدنيا بخير يا ابو خليل وسعيد جدا انا معاك ومع ابو علي طبعا ربنا يخليك يا كابتن شرفتونا ونورتونا الشكر موصول لحضراتكم على المتابعه وكل سنه وحضراتكم طيبين وبخير ورمضان كريم ونشوفكم باذن الله على الف خير الاسبوع اللي جاي.